الشيخ بين الشهادة والشهادة كما يقول هو. نتحدث عن 75 يوم من الإضراب عن الطعام. كان لابد من التحرك والتواجد هنا على دوار المنارة التي كان دائما يعني تشهد للشيخ وصوته الذي كان يجلجل في ساحات هذه هنا دفاعا عن الأسرى الذين كانوا يضربون عن الطعام ودفاعا عن الأسرى المعتقلين ودفاعا عن قضية الأسرى وقضايا كثيرة والشهداء والأسرى بشكل عام. اليوم هي رسالة يعني لكل العالم، هاي نجينا لعندكم اللي بتقول إنه ما في حدا بتحرك وما في، هاي أهله وكل بيته وأهل بيته وأولاده كلاته موجودين على دوار المنارة، وين الناس بتتضامن مع الشيخ؟ لا، إحنا استبرأنا لأنفسنا إنه يكون أبنائنا داخل السجون، أجزنا للاحتلال أن يعتقل أبنائنا، وكأنه هو على حق، ومن يضرب عن الطعام اليوم ويخوض هذه المعركة هو المخطئ، والأصل أن يرضى بأن يكون في داخل السجون. رسالتي لكل أحرار العالم، لا تخذل الشيخ اليوم، لم يقصر الشيخ مع أحد يوما ما، فلا تقصروا معه. الأصل أن يقف اللي بوقف مع الشيخ وبوقف مع حاله. الشيخ ماضي في هذا الإضراب، لا يسأل ولا يلتفت ولا يلقي بالا لما يحدث في الخارج ولا يعلم ما يحدث في الخارج، هو ماضي في هذا الإضراب كما يقول ذاب شحمي ولحمي في هذه المعركة، ولكنه مستمر فيها. ورسالته أنه لن يجعل الاحتلال يكسر الشيخ، لأنه إن كسر الشيخ لا قدر الله يعني بفك الإضراب انتصر هذا الاحتلال على كل روح مناضلة في الشعب داخل الشعب الفلسطيني.